بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. الهيوميك أسيد والفولفيك أسيد وقابلية خلطهم مع الأسمدة والمبيدات، حلقة من الحلقات المهمة جدا يا جماعة. الحلقة بتاعتنا النهاردة نركز فيها كويس جدا. الهيوميك أسيد والفولفيك أسيد من أهم وأفضل المركبات العضوية اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا في الزراعة بتاعتك، خاصة لو أنت واخد أرض جديدة وبتستثمر جديد في مجال الزراعة. تحط المركبين دول في دماغك مع أي برنامج تسميد، سواء أسبوع 10 أيام، لازم يتخللوا مرة على الأقل هيوميك أسيد أو فولفيك أسيد مرة كل 10 أيام للفدان وعلى أي محصول حضرتك بتزرعه. هنا مش بنتكلم على محصول بعينه، يعني الهيوميك أسيد والفولفيك أسيد تستخدمهم لجميع أنواع النباتات، نباتات طبية وعطرية، محاصيل حقلية، محاصيل علف، خضروات، أشجار، اي نوع من انواع المحاصيل، نباتات زينه في البيت. الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد هيفرق معاهم كتير جدا مع اي نبات حضرتك بتزرعه، سواء بتزرع في الارض المستديمه او حضرتك بتزرع عند حضرتك بلكونه او عند حضرتك زرع او جنينه. استخدم المركبات دي، هتفرق مع حضرتك كتير جدا في النبات اللي موجود عند حضرتك. طيب نيجي بقى يا جماعه لنقطه مهمه جدا، اللي هو تسميد الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد والكميات السماديه الصحيحه. انا قلت لك قبل كده يا جماعه في حلقات كتيره جدا، الهيوميك اسيد والفولفيك أسيد دول يا جماعة من المركبات العضوية ذات الأهمية الكبيرة اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا في زيادة خصوبة التربة، واللي ليها مميزات كتيرة جدا على النبات اللي حضرتك بتزرعه. يبقى رقم واحد بترفع لك من خصوبة التربة، رقم اتنين بتظبط لك البي اتش بتاع التربة، رقم تلاتة بتقلل لك من ملوحة التربة. الأراضي الكلسية، الناس اللي بتزرع في الأراضي الكلسية يا جماعة مهم جدا الهيوميك أسيد هيفرق مع حضرتك كتير جدا. الهيوميك أسيد يا جماعة كمان من المركبات العضوية الهامة اللي بتساعد بشكل كبير جدا على تيسير امتصاص النبات للعناصر الغذائية اللي موجودة في التربة أو اللي حضرتك بتضيفها عن طريق التسميد. يبقى الهيوميك أسيد يا جماعة، الهيوميك أسيد يا جماعة كمان بيزود منين؟ بيخلي التربة اللي موجودة عندك أكثر احتفاظا بالرطوبة الأرضية. كمان لو أنت زارع في أرض تقيلة بيزود من تفكك حبيبات التربة وبيعمل إيه؟ تهوية كويسة لمنطقة إيه؟ الجذور. يبقى الهيوميك أسيد من المركبات الهامة اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا مع أي محصول حضرتك بتزرعه. وممكن تستخدمه في بنظام الري بالتنقيط، وممكن تستخدمه بنظام الري بالغمر، ما فيش اي مشكله، ولكن الكميات بتختلف على حسب ايه كميه الميه اللي حضرتك ايه بتستخدمها. طيب لو انا بزرع تنقيط يا باشمهندس، ايه هي الكميه اللي انا هستخدمها للفدان؟ اقل حاجه هتستخدمها للفدان يا جماعه 1 كيلو هيوميك اسيد. ممكن تستخدم اكتر من كده، ممكن تستخدم اكتر من كده طبعا لو حضرتك ايه معاك سيوله. يبقى زياده استخدام الهيوميك مش هتديك اي اثار سلبيه، بالعكس ده هيديك نتائج ايجابيه ممتازه تزود معاك من خصوبة التربة، وهديك كمان كل المميزات اللي احنا اتكلمنا فيها. ونفس الحكاية الفولفيك اسيد، مهم قوي كمان بقى انك انت تعرف تستخدم الهيوميك امتى وتستخدم الفولفيك امتى، عشان ده يفرق معاك كتير جدا. انا قلت لك قبل كده ان الهيوميك اسيد له شحنة كهربية والفولفيك اسيد له شحنة كهربائية، كل واحد فيهم بيضمص على سطحه بعض العناصر الغذائية المعاكسة للشحنة بتاعته، وشرحت لك قبل كده في حلقة كاملة الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد وازاي تستخدمهم بالطريقة الصحيحة عشان تاخد منهم اكبر استفادة. ده بالنسبة للكميات اللي حضرتك بتستخدمها. طيب بالنسبة لخلط الهيوميك أسيد وخلط الفولفيك أسيد، تخلطهم مع نترات النشادر ما فيش أي مشاكل، تخلطهم مع اليوريا ما فيش أي مشكلة، تخلطهم مع نترات الكالسيوم ما فيش أي مشكلة، تخلطهم مع المغنيسيوم ما فيش أي مشكلة، تحطهم لوحدهم ما فيش أي مشاكل. لكن إيه بقى؟ الهيوميك أسيد لا يذوب في الاحماض. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده ما تجيش تقول لي انا هحط هيوميك اسيد مع حامض فوسفوريك، لا غلط. هتحط هيوميك اسيد مع حامض نيتريك، لا غلط. هتيجي تقول لي اصل فلان عمل تجربه، اصل الكيمياء، لا اصل مش عارف، لا الكلام ده غلط. نركز في الكلام ده يا جماعه، في فرق كبير جدا في انك انت تقول لي النهارده انا ما اجي نتكلم على عنصر من العناصر واقول العنصر ده لا يقبل الخلط مع العنصر ده، تيجي تقول لي ما انا جربت الاثنين وقبلوا ما فيش عنده ترسيب، ما فيش. القصه هنا يا جماعه في عوامل مساعده كتيره جدا، وما تجيش تعمل انت التجربه في دقيقه وتيجي تقول لي لا اصل ما انا شايف قدامي مفيش اي مشاكل. لا، المشاكل فين؟ المشاكل بتحصل في التربه. ليه؟ عشان في بعض العناصر بتقلل من امتصاص عناصر تانية، وهنا بيحصل لك مشاكل كبيره. اي ماشي، انت خلطت المركبين مع بعض وما ظهرش اي نتائج سلبيه، مفيش عندك اي ترسبات،
انت شايف ان كده صح؟ لا كده غلط. طيب ايه المشكله عندك؟ المشكله عندك ان النبات مش هيستفيد حتى لو انت عملت تجربه كيميائيا شكلها ناجح، وده طبعا غلط. النبات نفسه مش هيستفيد منين؟ من العنصر الغذائي. ليه؟ عشان انت لما بتخلط مركب مع مركب بيدينا مركب ثالث، ونركز في الكلام ده، والمركب ده ممكن يكون غير قابل للذوبان في التربه، غير او النبات صعب ان هو يمتص المركب ايه الثالث اللي طلع نتيجه ايه التفاعل الكيميائي اللي حضرتك عملته. يبقى هنا انا بقول لحضرتك على الصح، ما ينفعش انك انت تخلط مثلا هيوميك اسيد مع حامض فسفوريك، ما ينفعش انك انت تخلط حامض فسفوريك مع سلفات مغنيسيوم ونركز في الكلام ده، ما ينفعش انك انت تخلطه مع سلفات نشادر ونركز مع الكلام ده. يعني ما ينفعش يا باشمهندس؟ ينفع، بس مش هيديك اي مشاكل على النبات، بس النبات مش هيستفيد منه. وتركز في الكلام ده كويس جدا، انا بقول لك ايه على المعلومات الصحيحه اللي هتلاقي نتيجتها على النبات اللي موجود قدام حضرتك. وبعدين ممكن تكون المركب اللي انت جايبه ده مضروب وده مضروب وتخلطه ما يحصلش اي نتيجه، طبيعي جدا ما يحصلش اي نتيجه قدامك في من التفاعل، او ما يحصلش تفاعل. ليه؟ لان الاثنين ممكن يكونوا مضروبين، واحنا ما شاء الله السوق المصري بقى مليان بالمضروب للاسف. فتركز في المركب اللي حضرتك بتشتريه، وتركز في المركب اللي حضرتك هتخلطه. ليه؟ عشان انت حضرتك بتدفع فلوس ما بتدفعش ورق، يبقى لما تدفع فلوس تستخدم التسميد بالطريقه الصحيحه، وتستخدم الرش بتاعك بالطريقه الصحيحه، عشان تاخد الانتاجيه ايه المثلى من الفدان او من النبات اللي حضرتك ايه بتزرعه. يبقى هنا اتكلمنا عن الكميات، هنا اتكلمنا عن قابلية الخلط، نتكلم عن نقطة مهمة جدا بقى وهي ايه الرش. ناس تقول لك يا جماعة الهيوميك اسيد مكتوب عليه كده، يجيب لك كيس هيوميك اسيد بودر ومكتوب عليه يقول لك ايه 2 سنتي او 2 جرام ونص للتر مية، ورشه على النبات وهتلاقي نتيجة كويسة جدا. وبالبلدي كده او بالفلاحي تلاقي واحد فلاحي يقول لك ايه اصلا انا هجيب هيوميك، اصلا انا جايب هامر وهرشه، الهامر ده نوع من انواع الهيوميك يا جماعة اللي موجود في السوق، يقول لك انا هرشه. ليه؟ اصله بيزرق النبات، اصله بيزرق الورقه. بيزرقها ازاي يا فندم؟ يعني ايه بيزرق؟ يا جماعه نشتغل بالشكل الصحيح. انا قلت لك قبل كده لا يفضل رش الهيوميك اسيد، مش معنى ان انت لو رشيته هيعمل لك مشكله، لا. الهيوميك اسيد ايه؟ الوزن الجزيئي بتاعه كبير جدا، فيقابلك مشاكل كبيره فين؟ في الامتصاص او من دخول، عشان يدخل داخل صغور اوراق، بيرش في بعض الحاجات القليله وبالبلدي كده تحت اشراف طبيب. يبقى تركز يا جماعه في نقطه مهمه جدا، ما ترشش هيوميك اسيد على النبات، استخدمه في التربه هيفرق مع حضرتك كتير جدا. طب ممكن ترش الفولفيك اسيد؟ ممكن ترش الفولفيك اسيد، الوزن الجزيئي بتاعه قليل شويه، وممكن ترش برضه الهيوميك اسيد او الفولفيك اسيد مع استخدام بعض المركبات اللي الوزن الجزيئي بتاعها قليل، وهتساعد شويه في الامتصاص، لكن انت اصلا مش محتاجه من فوق. انا قلت لك ان الهيوميك اسيد يا جماعه مش عنصر غذائي، وتركز في الكلام ده. يعني ايه؟ يعني رشه على النبات مش هيديك اي نتيجه يا جماعه، هو مش عنصر غذائي، ده مركب عضوي هيفرق مع حضرتك كتير جدا، بيساعد النبات على امتصاص العناصر الغذائيه الاخرى، وتركز في الكلام ده. يبقى افضل ليك انك انت تستخدمه فين؟ حقنا في التربه او مع مياه الري بالغمر، تدوبه وتنزله على الحوال، مفيش اي مشكله، هتلاقي نتيجه كويسه جدا. يبقى الاساس في حلقتنا النهارده الهيوميك اسيد، الفولفيك اسيد استخدمهم باي كميات مفيش اي مشكله، الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد ما تخلطهمش مع حامض الفسفوريك، ما تخلطهمش مع حامض النيتريك، ما تخلطش مع حامض الكبريتيك، لا يقبلوا خلط، هنا هيحصل لك مشاكل كبيره جدا. ممكن تحطهم مع اي مركب تاني مش مشاكل، تحطهم مع نترات، تحطهم مع اليوريا، حطهم مع نترات الكالسيوم، حطهم مع سلفات المغنيسيوم، مفيش اي مشاكل خالص، حطهم مع العناصر الصوره مفيش اي مشاكل خالص. لكن الصح بتاعك لما بتيجي تعمل برنامج التسميد، احنا بنعمل يوم فاضي للهيوميك اسيد والفولفيك اسيد مع بعض، المواد زي الاندور بيتريك اسيد لو انت في بدايه الزراعه، عشان تزود من منطقه انتشار الجذور او تنشط الجذور بشكل كبير في المرحله الاولى. وبتعمل يوم طبعا للتسميد الكلي، ويوم للتسميد العناصر الصغرى، وبتعمل يوم لطرد الملوحه. ده بيبقى برنامج التسميد الصحيح، عشان تاخد ايه اعلى انتاجيه من المحصول اللي حضرتك ايه بتزرعه. وما تجيش تقول لي باشمهندس احمد بيقول ايه، بيقول كلام كتير وبيقول ان الانتاجيه دي يا جماعه احنا ما بنلاقيهاش. لا حضرتك لو طبقت الكلام اللي انا بقوله ده، ده كلام علمي وعملي صحيح، هتلاقي الانتاجيه اللي انا بتكلم عليها. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.